الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وحرم على التخلق بأخلاقه من أراد تشتيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير رجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا سعيدة جدا إن أنا في وسطكم النهارده بجد، يعني أشكركم على حسن الاستقبال والحفاوة والكرم والدفء اللي شعرنا بيه هنا، وما حسناش إن إحنا خرجنا من بره مصر، يعني إحنا حاسين إن إحنا جوه بلدنا مصر، وده البلد الثاني السودان الشقيق. زي بناء طبعا على طلبكم هعيد اللي اتقال هناك تاني. حاضر. انا عندي احساس كده بالفخر اني امراه مسلمه، لتكريم الاسلام ليا اكرمني ايما تكرم، ويمكن دايما اقول من تكريم رب العزه سبحانه وتعالى لينا ان يجعل المراه ليها دور من اول يوم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من اول ما نطق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بانه رسول، او اول ما بلغ النبي انه رسول، امنت به امراه، وهذا ليس صدفه. اول من امن واول من وحد بالله كانت امراه. وانا امبارح يمكن في جمعيه القران قلت لهم تحيز مش تحيز، ولكن الاوليات كلها في الدين الاسلامي نساء. نساء اول من امن بالنبي امراه، سيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. اول طبيب في الاسلام امراه، السيده رفيده الاسلاميه. اول شهيد في الاسلام امراه، السيده سميه. اول فدائي في الاسلام امراه، السيده اسماء بنت سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. اول من لحق بالنبي من اهل بيته امراه، السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها وارضاها. وده مش صدفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالهجره، عارفين ان حصلت معجزات في الهجره، وبرضه في الهجره النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمراه. فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم حصل اربع معجزات في طريق الهجره. ما أتحدث عنه اليوم هي المعجزة الرابعة في هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة فيها امرأة مسنة تسمى السيدة أم مالك، وليست صدفة أن الوصف يأتي من امرأة، عشان بس إيه نبقى عارفين أن المرأة لها دور، ودور كبير ودور عظيم. فسيدنا النبي دخل الخيمة فسأل على مشروب، فقالوا له ما عندناش، الوقت وقت قحط ومفيش، ما عندناش حاجة، وقال مفيش لبن. فسيدنا شاه في طرف الخيمة، فسألها عن هذه الشاة، فقالت له خلفها الجهد أن تضحك بباطش، يبقى جوزي خرج بالأغنام كلها، وديت مسنة وهزيلة كبيرة ما لا بتحلب ولا بتعمل، فخلفها الجهد التعب والدعية مش قادرة حتى تطلع تاني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتيني بها، هاتي هي. سيدة أم معبد ما تعرفش حضرته، فهي رايحه بتقول لو وجدنا فيها خيرا لحلبناه، لو لقينا في الشاه دي خير، اي خير لكنا احنا استفدنا منه لحلبناه. فجابت له حضرته، سمى الله ومسح بيده الشريفه على الضرع، فنزل اللبن. هذه هي المعجزه الرابعه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. تاتي معجزه اخرى، ان شربت السيده ام معبد، وشرب سيدنا عامر بن فهيرة اللي كان معاهم في الرحلة، ده مولى سيدنا أبو بكر، وشرب سيدنا أبو بكر، ثم شرب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترك الإناء ملأ كما هو. جه الزوج من الخارج، من أين لك هذا؟ وقد تركت البيت خاويا، سايب البيت فاضي الصبح مفيش لبن ولا حاجه، جبت منين الكلام ده؟ قالت له مر بنا رجل صالح حدث من امره كيت وكيت، حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صفيه لي. قال لها زوجها صفيه لي. قالت رايت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجله
ولم تزل به صعلة وسيم قصيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطن وفي لحيته كتاتة وفي عنقه سطع وفي صوته صهر أزج عقرا ربعة ليس بالطويل الذي تشنوه العين من طول ولا بالقصير الذي تقتحمه العين من قصر حلو المنطق فصل لا هضر ولا نظر كأن منطقه خرزات خرزات نظم يتحضر من صمت فعليه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأجملهم من قريب حولهم رفقاء يحفون به أنصتوا لكلامه وإذا أمر تبادروا لأمره غصن بين غصنين أجمل الثلاثة منظرة محفوظ محشود لا عابس ولا مفند قال هذا والله صاحب قريش الذي بلغنا من أمره ما بلغنا ولو أني أدركته وصحبته ولو أني وجدت لذلك سبيل لفعلت وفعل وحسن إسلامهم دخلوا في الإسلام هو اللهم صلي وسلم وزيد ذلك عليك سيدنا محمد سيدنا عمر بن الخطاب وده تكملة اللي أنا ذكرته سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد انتقال حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بهذه الشدة الشدة مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ قال لأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان جزعا كنا أخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت من برج تسمعهم فحن الجزع حتى وضعت يدك الشريف عليه فهدأ الجزع فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه أرسلك آخر الرسل ثم ذكرك أوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه جعل طاعتك قطاعتي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه أبلغك بالعفو قبل أن يبلغك بالدم عفى الله عنك لما أذنت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار وهم يعذبون بين أطباقها يتمنون لو كانوا أطاعوك يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله قد أعطى موسى بن عمران الحجر تنفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من الماء حين نبع من بين هذه الشريعة أبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله قد أعطى سليمان الرياح روحوها شهر وغدوها شهر فما ذاك بأعجب من البراق حين صليت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عدت من ليلتك فصليت الصبح إلى الأقصى أبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله قد أعطى عيسى ابن مريم إحياء الموتى بإذن الله فما ذاك بأعجب من الشاه المسيخ المشوي الذي قالت لا تأكلني فإني مسمومة بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو لم تهاكم إلا كفء لك ما أكلت إليه ولو لم تجالس إلا كفء لك ما جلست إليه ولو لم تناكح إلا كفء لك ما نكحت إليه ولكن لك أكلت إلينا وجلست إلينا ونكحت إلينا وجلست على الأرض وتناولت الطعام وركبت الحمار وأرضفت خلفك تواضعا منك فبأبي أنت وأمي يا رسول الله.